السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشاشة واضحة للجميع؟ اي نعم. تمام. راح نبدي اليوم ناخذ محاضرتنا مالت الموضوع الثاني اللي احنا تعلمنا سابقا بالمحاضرة السابقة، انه انا شلون احل الشكل، يعني إذا موجودة عندي قوة شلون أحلها بتحليل القوة، وقلنا إنه أي قوة مائلة أنا أحللها أفقي وعمودي، يعني أخليها على المحور أفقي، أحللها أفقية وعمودية. وأيضا قلنا إنه يا هو اللي ياخذ ثيتا، قلنا المجاور عليه اللي تبدي منها الزاوية، يعني الزاوية تجي منها إلى المحور المائل، هو هذا ينضرب في كوساين ثيتا، هذا إذا اف ينضرب اف كوساين ثيتا، وهذا ينضرب اف ساين ثيتا. قلنا هذن الأمور وشرحناها بالتوضيح بالتفصيل. بعد أيضا إنه الحسابات مالتكم اللي شو اسمه مالت اليوتيوب اللي هو فقط الإيميل، تدزولي اياهن، كل واحد يدز لي اياهن بالخاص على ود اضيف حسابه بالفيديوهات اللي انزلهن على ود ينفتحن عنده، تمام. واذا صارت اي خلل عند اي واحد عندكم يقدر يحاكيني وان شاء الله احلها له. فاحنا تعاملنا مع هذا الشكل، اذا كانت قوه مائله واحلل القوه، وهو هذا الحل الابسط والاسهل واللي راح يستمر وياكم. اليوم راح نتعلم انه اذا كانت اكو قوتين، راح نتعلم طريقة ثانية للحل، اللي هي طريقة متوازي الاضلاع، طريقة متوازي الاضلاع او تسمى ايضا طريقة المستطيلات. يعني مثلا هيك هي كانت عندي هاي، مثلا هاي عندي قوة F1 وهاي قوة F2. قلنا من شروط هاي الطريقة وحكينا عليها أمس، لكن أيضا راح نراجعها، طريقة المثلث أو طريقة متوازي الأضلاع، شلون أعرف الطريقة هاي أنه أستخدمها؟ ها قلنا أنه عدد القوة لا تتجاوز قوتان ومحصلتهما، قوتين ومحصلة، قوتين ومحصلة، فهاي تحفظونها. بس تشوفونها قوتين وبيها محصلة، رأسة أقول إنه هذا أقدر أحلها بالطريقتين. أول طريقة تحليل القوة اللي حكينا عليها أمس، ثاني طريقة اللي هي طريقة شو اسمه المثلث، أو أسميه أيضا متوازي الأضلاع. فأنا أقدر أحلها بالطريقتين براحتي. فهنا يمتى سأقدر أستخدم طريقة متوازي الأضلاع؟ كانت عندي قوتين فقط وزاوية. فنكمل بالحكي بأنه نقول ثانيا توجد زاوية مجهولة وقوتان مجهولة مع محصلة، أو محصلة مجهولة مع زاوية واحدة فقط. يعني بالبداية احنا سميناها، ليه سميناها متوازي الأضلاع؟ مثلا هاي قوتين موجودة، بعوله قوتين، أنا ليش سميت هاي طريقة متوازي الأضلاع؟ ليش سمت متوازي الأضلاع وليش سمت مثلث طريقة المثلثات؟ سميت طريقة متوازي الأضلاع لأنها تتشكل، بعدين راح أشكلها على شكل متوازي أضلاع، راح أشكلها على شكل شنو؟ متوازي الأضلاع. هسه واحد منكم راح يسأل يقول عندي سؤالين، انه انا شلون شكلتها، خليت هذن من يمي، شلون خليت الاذن من يمي وهذن زيد قيمهن، لانه احنا جاي نتعامل كل قوة F2 F1، جاي نتعامل كل المحاور انها قوة. هاي اول سؤال. السؤال الثاني راح يقول بانه انت قلت قبل شوية بانه هي تحتوي لا تتجاوز القوة قوتان فقط ومحصلتها، المحصلة وين؟ هاي فقط بس قوتين، المحصلة وينها؟ فأجاوب على السؤال الأول إنه القوة هذا إنه مو أمور اعتباطية، يعني مو من يمي جبتها،
هذا المحور، هاي القوة أفوان هنا خليته، فقط عكسته خليته هنا. يعني نوضح لكم بزيادة، هاي هنا أنا عندي هذا الجسم، هذا خلينا نقول عليه زاوية 45 وهاي زاوية 30، أوكي؟ فهذا الجسم أنا عندي، فهنا أنا من هذا الجسم عندي رأسة عندي قوتين، يعني فأنا أقدر أسويها يا طريقة، أقدر أسويها بطريقة متوازي الأضلاع. فشلون أسوي المتوازي الأضلاع؟ أسوي هذا المحور هذا الأفوان أعكسه أخليه هنا. الأفوان هو نفسه بالضبط أخليه هنا، وهذا الأفتو هنا أخليه. يعني هسه أنا من قلت هذا أفوان هذا أفتو، هسه هذا مو قلت عليه أفتو، هذا هو نفسه أفتو، هذا مو أفوان هذا هو نفسه أفوان، تمام؟ فطريقة تشكيله فقط هذن الأمور، هذا اللي هو القوة أفوان أخليها إقبالها، والقوة أفتو أخليها إقبالها. فهذا طريقة مع التشكيل مع متوازي الأضلاع. زين، الجواب مع السؤال الثاني، أنت قلت إنه تتكون على قوتان ومحصلة. المحصلة وينها؟ المحصلة انا اخليها او هو يعطيني اياها بالسؤال، يقول لي هاي الريزولت فورس. بعد انتم كون حافظين الكلمات، لان انا دزيت لكم اياها وحكيت بيها. ريزولت فورس يعني محصله، فهاي اما يعطيني اياها بالسؤال ويقول لي ريزولت فورس هذا مكانه هو يخلي لي اياها، اما انه شنو اذا ما اعطاني اياها بالسؤال، انا ادري انه الريزولت فورس او القوه المحصله تكون في وسط الشكل، يعني هنا هاي بالوسط، يعني تقسم الشكل الى مثلثين، بعد تقسم هذا مثلث وهذا ايضا، ولا قسم الشكل الى مثلثين، فهاي القوة. زين، هسه اكو واحد منكم يقدر يسأل يقول بانه هذا ليش ما اخليها القوة من هنا؟ هم راح تقسم لي الشكل الى كم مثلث؟ الى مثلثين، مثلث هذا ومثلث هذا. هذا غلط صدق، يقسم الشكل الى مثلثين، لكن اكو شرط بعد وياها، بانه كون تبدي من من كون تبدي من بداية القوتين. هي شلون وين كانت القوتين؟ ها هنا، هنا قوة كانت وهنا أنا قوة، حلو، ها قوتين، فأنا ما أقدر أضيف أخليها من أنا المحصلة رأسة من بداية القوتين أخليها، خليني بالبداية تقدمون بالبداية تخلونها، خليتها وخلي نقول عليها هاي المحصلة واللي أرمز لها أفا، وأوصل إنه أقول هذا هنا أنا وهاي هنا أنا. هذا اللي هو F1 هو نفسه هنا F1، وهذا اللي هو F2 هو هذا نفسه هنا أنا F2. فهسه لحد الآن واضح شلون يتشكل متوازي الأضلاع؟ لو اكو إشكالية شلون ارسم متوازي الأضلاع وشنو هي القوة ومين اجت متوازي الأضلاع. اوكي، اذا واضح نكمل الحل. فهذا اهم شيء، فراح ناخذ اكو شغلات انتم كون تعرفونها، لكن راح ناخذها اللي ان شاء الله راح تفيدنا كلش متوازي الأضلاع او بهاي الطريقة، اللي هي شنو هي؟ اللي هي الزوايا. أكثركم عندهم خلل، يصير خلل بمناقلة الزوايا. فراح ناخذ أنه راح ناخذ أنه خاصيتين، حفظون هذن الأمور كلش. الزوايا المتقابلة متساوية، يعني أي زاويتين متقابلة بالرأس هي متساويتين. هاي أكتب لكم هنا، الزاويتان المتقابلة بالرأس متساويتان. زين، هسه انتم هنا اذا اقول لك هاي زاوية 50، هاي هنا الزاوية زيادة، هاي زاوية زيادة اكيد 50. زوايا متقابلة بالرأس، يعني شلون متقابلة بالرأس؟ يعني وحدة باعوله وحدة قبال الثانية. خاف واحد ما افتهم منه معنى،
واحدة قبال الثانية، مو يعني هاي واحدة بصف الثاني، مو واحدة بصف الثاني، لا واحدة قبال الثانية، واحدة قبال، يعني مثلا هذا إذا قلت عليه 50، مو هذا أقول عليه 50، مو هذا أقول عليه 50، هذا مصفى، ولا هذا أقول عليه 50، هذا أيضا مصفى، وتقابل كون قباله، ها هذا هو الـ50، تمام؟ فهسه أول شيء إنه الزوايا متقابلة بالرأس، واضحة؟ هذا واضح. فنجي بعد إنه الامتداد، وهذا الشيء يعني يسمونها تناظر. التناظر متساوي، هاي يسمونها مصطلح رياضي يسمونه تناظر، لكن انا راح افهمكم اياه عليه اكثر، انه انا اما اسميه تناظر مع تناظر وهاي الامور وادوخ حالي، بعض شغله تفتهمون عليها افضل. فاحنا هذا المحور، خلينا نقول هذا المائل وهذا نفس القوس. بالبداية هي شنو زاوية؟ هسه أنا من أقول هاي زاوية 50، حلو، هاي زاوية 50، شنو أقصد بزاوية 50؟ هسه أنا ها من أقول عليه إنه هذا زاوية 50، شنو أقصد به؟ يعني جاي أقول بأنه هذا، ثاني مرة أقصدكم، هذا خليني خليه هنا على جنب، خليني خليه هنا على جنب. هنا من أقول هذا زاويته 50، يعني أنا شنو أقصد بهذا؟ إنه الزاوية مالته 50، أقصد بي بأنه هو ينحرف عن الأكسس، عن هذا الأكسس اللي هو بادي من عده بزاوية 50، ينحرف عن شنو؟ عن المحور هذا الأكس أكسس بزاوية 50. زين هسه أكو واحد يسأل، إذا أنه خليت الزاوية مثلا، أنا خليته هنا هاي 50، بدأ أنا بديت منين؟ من محور الواي، حلو؟ فأنا شنو هسه 50؟ صارت ينحرف من محور الواي 50. فهذا مقصود بأنه سالفة أنه زاوية 50، زاوية 30، زاوية 40، هذا المقصود بأنه بالزوايا، هو انحرافه عن الأكس أكسس أو عن الواي أكسس، تمام؟ فهسه انا، هسه انا اذا اقول لكم انحراف عن اكس اكسس والواي اكسس، فعلى مود افتهمكم انتم فهمانين، راح اعطيكم هسه هنا أنا مساله. هاي هنا أنا زاويه 50، هاي الزاويه زيد، هاي الزاويه زيد مقدارها 50، صحيح؟ عشتيده. وهاي الزاوية زيادة مقدارها 50، هسه هاي الزاوية، هاي صار 50 بالتبادل، هاي تجوف، والتقابل بالرأس 50، صحيح، عاشتي لك. بعض هسه هو قالها صحيحة بأنه اثنينات يصير 50، فعاشتي لأنه صحيح. فهسه أنتم عرفتوها هاي 50 ويا هاي، هاي بالتقابل بالرأس، هاي بالتبادل 50، لكن كمصطلح أفضل، أو يعني كفهم، هذا مصطلح رياضي، كفهم للأمر هاي ليش صارت 50؟ أنا شنو قلت هي الـ50؟ هو انحراف، إذا أخلي له هنا أكس، هنا هنا يصير ما بادي، ما راح يصير بادي من عنده، فعاد هو سر هيتي، خلينا نقول بأنه هذا 50 هو انحراف عن الأكس أكسس، والأكس أكسس أفقي هسه صارت. زين هسه هذا انحراف عن هذا الأكس أكسس، هذا أيضا 50، ليش صار؟ لأنه هو المحور هو نفسه، هو نفس الانحراف ثابت على طول الجسم، الانحراف ثابت لو جاي يتغير، يعني شنو انحراف ثابت لو جاي يتغير؟ أنه القصد بأنه هو جاي يجي كله مستوى واحد، كله بانحراف واحد، ما جاي يجي لي هيتيه انه بيجي لي بزاويه انحراف ثانيه تختلف، اقول هاي الزاويه تختلف عن هاي الزاويه، لا، هو جاي يجيني انه كله بنفس الامتداد.
فهموني؟ قلت امتداد. فهسه اللي اذا كان نفس الامتداد هي نفس الزاويه، نفس الامتداد يكون نفس الزاويه، او يسمونه مصطلح رياضي بالتبادل، انه هذا اسميه يصير نفس الزاويه. فهسه الشغلات اللي خذيناها راح اراجع لكم اياها، لان هن هذن اهم شيء وهن مفتاح الحل مالت اي سؤال. فهسه هنا بالبدايه الامور اللي خذيناها انه شلون اشكل متوازي الاضلاع. اذا قلنا هاي القوه F1 وهاي F2، هذا راح اسالكم هالسهره. فويا ركزوا هنا، فهنا تشكل متوازي الاضلاع. انا هخليكم يا غير لون الاحمر. اكو واحد يقدر يقول لي انه هذا شنو اسمه؟ هذا اللي بيه الاسود شنو الرمز مالته؟ استاذ F1. صحيح. فهذا الاف 1 هو نفسه هنا، انا فقط خليته قباله، فهذا اف 1. وهذا الاف 2 هنا هو مو نفسه ايضا الاف 2؟ نفسه ايضا الاف 2. باعوا ايضا سالفه معينه، انه اذا قلت هنا هاي ثيتا، هي نفس هنا ثيتا. واذا قلت انه ليش اوضح لكم اياها، خليني اوضح لكم اياها على رسمه بوحده. على رسمه بوحده يكون لكم افضل. هسه احنا خذينا الامور التالية، عرفنا شلون نشكل المتوازي الاضلاع، هاي اول شيء. عرفنا انه القوات مين تجن، عرفنا انه الزوايا تنقسم الى شكلين، زوايا متقابلة وزوايا متناظرة، تمام، وزوايا متبادلة متبادلة، تمام. فهذا اللي عرفناه حاليا. فهسه هنا راح نعلمكم شغلة ثانية، أو إنه مجموع زوايا موجودة بالملخص، تقدرون، أنا مسوي الملخص على مود ترجعون تقرونه. الملخص أدزلكم إياه ترجعون تقرونه على مود تستفادون منه. كل الشغلات اللي نحكيها بالمحاضرة فيديو موجودة بالملخص. فهسه هنا المستطيل الموازي الأضلاع بخاصية متوازي الأضلاع، بقولها متوازي الأضلاع يقول لك أي زاويتين متقابلتين متساويتين. هنا أنا كاتب لكم إياها، وين الملخص؟ وينها؟ الشكل تكون من اعتيادي. وينها؟ هنا نرسم ثلاثة أشكال اللي هو الشكل. هنا نفس ما شرحت لكم. الملاحظة الثانية بقى، كل زاويتين متقابلتين في المتوازي الأضلاع شنو هي؟ متساويتين. أي يعني شنو؟ أي يعني هسه شنو؟ يعني هسه هاي هنا الزاوية 105، وهنا الزاوية خلينا نقول 90. أكو واحد يقدر يستخرج لي هاي الزاوية وهاي الزاوية ايش قد؟ أي أحد يقدر يستخرجها؟ إيه؟ مقابلها مو 90؟ مقابلها؟ إيه؟ إي. فأي زاويتين متقابلتين متساويتين، فهاي 90 هي تقابل. صحيح. وهاي 105 هي تقابل هاي، فهاي أيضا 105. إيه. تمام؟ فهو هاي الأمور الموجودة بالمتوازي الأضلاع، هاي الأمور الموجودة بي. أول شيء أنه خذينا به أنه ترتيب القوة،
ثاني شيء اي زاويتين، اي زاويتان متقابلتان متساويتان. فهاي الامور خذيناها 105، فهنا 105، 90 هنا شنو؟ 90. هاي شيء ثابت. بعد هسه انا جاي اراجع لكم مواضيع يعني ماخذينها بالخامس بالهاي. بعد بعد شغله امر ثاني، مجموع زوايا متوازي الاضلاع زيادة تساوي مجموع زوايا متوازي الاضلاع 180. لا هذا مثلث، متوازي الاضلاع يتكون على كم مثلث متكون؟ 360. صحيح صح 360. اي مجموع زوايا متوازي الاضلاع 360. ايضا انا اقدر اعرفها بانه متوازي الاضلاع يتكون على كم مثلث؟ هسه هذا ذا قسمه يصير مثلثين، مثلثين، ومجموع زوايا المثلث 180، ف 180 زائد 180 يعني احنا بالحل ناخذ مثلث واحد نشتغل عليه عادي. بالضبط، انت بعدين راح تاخذ فقط مثلث واحد، لكن هاي الامور كنت تدري بيها يعني، لان راح تشتغل انت صحيح انه راح تشتغل مثلث واحد، لكن بالبدايه قبل لا تقسمه مثلث واحد كنت تشتغل امور الزوايا مال متوازي الاضلاع نوب يعني هو لازم تطلع الزوايا وتقسم المتوازي. بالضبط، كون تستخرج بالبدايه الزوايا النوب توجد تاخذ مثلث واحد. هسه انا راح اعلمكم اياها هاي كلها. فمجموع زوايا متوازي الاضلاع 360 مثلا، يعني هسه مثال اذا اعطيكم هذا متوازي الاضلاع، هذا زاويته 105، تقدرون تستخرجوا لي الزاوية هاي؟ أكو واحد هسه يقدر يستخرج لي هاي الزاوية؟ حاول نخلي المحاضرة تفاعلية حتى لو طولت، لكن إنه أهم شيء فائدة إنه كلها تفهم. أكو واحد يقدر يستخرج لي هاي الزاوية؟ أوكي أنا استخرجها. هنا أنا 105، فكل زاويتين راح أطبق القواعد. الزوايا المتقابلة 150، هسه راح نشيك نشوف. هنا الزوايا المتقابلة متساوي، الزوايا المتقابلة شنو هي؟ متساوي، فهاي 105 فالقبالها 105. هاي علامة استفهام، خليني أعطيها رمز اكس، خليني أعطيها رمز اكس، فهاي اكس، فهاي اكس. ها بس عندك شيء استاذ؟ هاي تطلع 45 هاي الزاوية. نعم هسه راح نشيكها ونشوفها، انا ما مستخرجها، هاي سؤال من يمين. تمام فهاي اكس، فمدام هاي رمزت لها اكس فهاي ايضا هي اكس، فهاي امور كنت تدرون بها. بعد احنا مجموع زوايا متوازية اطلع 360، 360 تساوي مجموع زوايا فهي 150 زائد x زائد 150 زائد x، فهي 105، قصدي اسف مو 150، 105 زائد 105 زائد x زائد x، راح تصير 360 تساوي، انا الحاسب يمي ايضا، 105 زائد 105 210، 210 اشتدك زائد 2 طلع لي 150، 150 طلع لك؟ اي فهسه اذا طبقناها هاي او بعد هنا وديها، ف2 اكس راح تطلع لي 360 ناقصا 210 راح يطلع 150، صحيح 150، لكن هاي 2 اكس تساوي 150 75. اي بالضبط، فمجموع هاي وهاي هي، فاقسمها على 2 فراح تطلع لي الاكس تساوي 75. فعرفت انه هاي الزاويه 75 وهاي الزاويه 75. هسه هاي هل واضح انه كون شلون وجدت الزوايا او اكو خلل بها؟ اوكي بعد عم واضحه، فننتقل الى
أمور أو سوالف المثلث. خلينا أمور المثلث، إنه المتوازي الأضلاع اللي تعرفونه أنتم وكلها تعرفه إن شاء الله، إنه يتكون من قطع، يتكون من مثلثان. يتكون هسه هنا أنا إذا جريت له أوكي هنا يتكون من مثلث يعني. فأنا هو مجموع أول شيء أخذه مجموع قلت بأنه مجموع زوايا المتوازي الأضلاع ككلي هي 360. فأنا إذا المتوازي الأضلاع يتكون من مثلثين فهو عبارة عن 360 تقسيم 2 180. فمجموع زوايا المثلث هي 180 درجة. هاي تحفظونها، عرفتوا بأنه شلون مجموع زوايا متوازي الأضلاع مجموع زوايا المثلث. فهاي الأمور جدا مهمة تعرفونها. فإذا فهمتوا اللي حكيناه من البداية فأنتم هسه حاليا ضبطتوا الستاتيك، يعني هاي الطريقة بنسبة 80 خلينا نقول 70%، 70% ضبطتوا إذا فهمتوا هذا ليش الأمور اللي حكيناها. فهسه نكمل القراية هنا ونشوف من البداية. فهاي الطريقة قلنا خطوات الحل، طريقة الحل، فراح ناخذ نفس ما اخذنا هناك طريقة الحل وقلنا اي شو اسمه اي مسافة ما علينا نحلله، هناك ايضا خطوات حل. خطوات ما الحل، اولا نرسم الشكل. اول شيء ارسم الشكل نفس الخطوات هذاك. الشكل الاول يكون الشكل الاعتيادي للسؤال. أول شيء أرسم الشكل، يعني باو أنا من أقول لكم أرسم الشكل، يعني مو مثلا هذا السؤال، مثلا هذا السؤال مو أجيت أنه رسمت أوكي هذا القوة رسمته، هذا القوة رسمته، هاي هنا أنا رسمته، خليني أجيب هذا على صفحة، أسف، هذا أجيت رسمته هاي حسبت رسمت الشكل، او مو قصدي بانه هنا 600 وهنا 30 وهاي الامور اخليهن القيم فهاي رسمت الشكل. لا، اهم شغله بالشكل انت ما رسمتها هسه حاليا، يعني اذا ترسم لي هذا الشيء، اهم شغله بالشكل هي المحاور، محور الاكس ومحور الواي، فمو تنسوها. يعني مثلا نفس هذا السؤال يجي اكو سؤال ما بي محاور، فأنت تضيف له محور X ومحور Y والنوب ترسم الشكل. فأهم شغلة هي شنو هي؟ هي المحاور، فتأخذونها هاي شغلة ببالكم. فهنا أول شيء أول خطوة أنه أرسم الشكل. الفرع B الشكل الثاني تحول الشكل إلى متوازي أضلاع من خلال نقل القوة ومحاور استخراج. نفس القبل شوية علمتكم إياه شون أخلي متوازي أضلاع عن طريق إذا كانت لي أنا طبقها بشكل صغير، يعني قصد إنه هاي قوتين موجودة فقط إنه أوصل أشكلهن شكل متوازي أضلاع وأوصل القوة مع المحصلة، أو هو يعطيني المحصلة أو هو يعطيني مكان المحصلة، إذا ما أعطاني إياها فهي من المنتصف. ملاحظة هنا أنا مطي ملاحظة، مجموع زوايا متوازي أضلاع 360. ملاحظة ثانية، كل زاويتان متقابلتان في متوازي الأضلاع متساويتان، يعني نفس قبل شوية كل هذا الحكينا جاي يتكرر. هذا متوازي الأضلاع، هاي الزاوية هنا هي نفس هاي الزاوية، وهاي الزاوية هنا هي نفس هاي الزاوية المقابلها، تمام؟ فهذا الشيء كله حكيناه. هنا جيم الشكل هنا، فهاي الخطوة أولى تنقسم إلى باء، تنقسم إلى ألف وباء وجيم، حلو؟ فجيم الشكل الثالث
هو استنتاج المثلث من متوازي أضلاع وذلك بأخذ قوتان المحصلة. يعني إحنا يعني خلينا أوضح لكم إياها، نمسح هذا الشيء الأمور نمسحها. ف يقول لكم بأنه هو يتكون هو من متوازي أضلاع، يقول لكم بأن هذا متوازي الأضلاع مثلا، هذا هنا إذا قلنا هذا متوازي الأضلاع اللي هو غلط ما ينسمه يكون حلو. اوكي خلينا نسميها شيء بهذا الشكل، تمام. فهذا الشكل متوازي الاضلاع يقول لكم بانه انتم من هذا الشكل توجدونه، تخلونه مثلا توجدون الزوايا اللي عليه، مثلا هذا هنا انا زاويه 75، فاوجد اقول هو هذا نفسه 75، واطبق القاعده انه مجموع زوايا هذا اقول هو هذا اكس وهذا نفسه اكس، فمجموع زوايا متوازي الاضلاع 360. 360 75 زائد 75 زائد 2 اكس، واطلع الاكس اللي هي راح تساوي لي 360 ناقص 340 تقسيم 2، فراح تطلع لي 110. حلو، راح تطلع لي هاي 110 وهاي 110. قل لكم هذن بعدين من تخلصوهن كلهن، انه من بعدين توجدون الزوايا كلها راح تجون انه اقسم الاقسمه الى جسم، اقسم اللي هو المتوازي الاضلاع الى جزئين. هسه اكو بعضكم راح يتساءلون انه انا ليش اقسمه الى جزئين، انا على يا اساس ليش ما احل متوازي الاضلاع واجي احله كله نفس ما موجود؟ راح اجاوبكم. العفو تطلع 105 مو 110. 105؟ اوكي هاي صحيح 105. انا قلت 75 زائد 75 140، هي 150 صح 105. فهنا انا هذا انا ليش اقول انه انا اخذ مثلث واحد من عنده، فقط جزء واحد مثلث واحد، ليش ما اخذ المتوازي الاضلاع كله واحله واحسن لي من دوخه الراس، اخذ هذا اقسم اجزء الى مثلث واحد واخذ اشتغل عليه العمليات. الجواب معناته انه العلماء من اجوا وخلوا قوانين، قالوا بانه القوانين اللي خلونا اياها قالوا هذا القوانين هي مال مثلث، فانت تستفاد من شكل متوازي اضلاع فقط توجد الزوايا وبتقسمها الى مثلثين وتوجد قانون، لان انت عندك القوانين كلها مالت من مال مثلث، هذا قانون مال مثلث وهذا قانون مال مثلث، فلهذا تشوفون بانه انتم تقسمونه الى مثلثين وتاخذون المثلث اي مثلث يعجبكم حسب اللي هو المعطيات، او حسب انه هو يهو اللي معلوم باكثر معاليم بانه اخذه، تمام. فلهذا بانه احنا ناخذ مثلث واحد لان قوانيننا كلهن مستخرجه من المثلث مو من متوازي مستطيل متوازي الاضلاع. فهذا الشيء نجي هسه هذا القانون نفس ما عودتكم انه كل شيء يكون كل قانون يكون تفهمونه، يعني مو نجي فقط ونطبقه. هنا قانون بدام احنا مثلث، هسه اي واحد يقدر يقول بدام احنا مثلث فانا ليش ما اخذ قانون فيثاغورس؟ هسه اكو واحد يقدر يجاوبني هنا ليش ما اخذينا قانون فيثاغورس؟ ليش خذينا قانون يختلف؟ هذا مثلث، مثلث لو لا؟ فليش؟ اكو واحد يعرف الجواب؟ استاذ قانون فيثاغورس يقول مجموع مرباعي ضلعين القائمين، يعني شنو؟ يعني هاي الاضلاع المثلث المفروض تكون قائمه، قائمه الزاويه. صحيح صح، هسه انت حكيك رياضي كله صحيح، بس انت هسه تقدر توضح لي هنا على المثلث هذا
بيا حالة يصير أقدر أطبقه؟ أوكي هسه راح أشرح. أنتم بالأصل هو شنو مثلث فيثاغورس؟ هذا مو مثلث فيثاغورس، هذا مثلث قائم شو اسمه متساوي الساقين. مثلث فيثاغورس هو مثلث، هذا مثلث اللي يكون به زاوية قائمة 90، هذا مثلث فيثاغورس، هذا متساوي الساقين مو مثلث فيثاغورس. فلهذا لا تغلطون بأنه مو هذا عبارة قانون إجاكم يعني قانون جديد، لا، قانون مثلث متساوي الساقين مو قانون مثلث فيثاغورس. فلهذا احنا نقول بأنه القانون مالته هذا، هذا القانون تعرف حفظونه، وما صار مثلث فيثاغورس لأن وضحت لكم إياه. فهذا الاف ار هنا له، فالقانون شنو يقول لي؟ الاف ار تساوي تحت الجذر، تحت الجذر اف 1 تربيع زائد الاف 2 ايضا تربيع، حلو، ناقص 2 اف 1 مضروبه في اف 2 في كوساين ثيتا. انا اصلا هذا كله استنسخته، انا اريد استنسخه كوبي واريد اوضح لكم ليش هذا القانون شلون جاي يصير. فهنا هسه اذا نخليه هذا القانون ونخلي، حلو، بعض الشغله المبهمه هسه هنا بالقانون كل شيء واضح. الاف ار اللي هي الريزولت فورس، احكيها بالانجليزي وبالعربي، القوه المحصله واضحه، الاف 1 واضحه، الاف 2 واضحه، الاف 1 واضحه، الاف 2 واضحه، لكن هنا الزاويه ثيتا ما واضحه. انا اصلا المثلث يتكون من كم زاويه؟ يتكون من زاويه، زاويتين، خلينا نسميه الفا، خلينا نسميها بيتا، يتكون من ثلاث زوايا. انا اخذ هاي الزاويه او هاي الزاويه او هاي الزاويه، يا ياخذ هاي مثلا، خلينا نقول هذا اف 1 وهذا اف 2 وهذا اف ار. فالزاويه اللي اخذها هنا بهذا السؤال هي الزاويه المقابله الى المحصله، هنا بدام اف ار محصله، بدام انا جاي اوجد محصله اف ار، فاخذ الزاويه المقابله للمحصله، فهاي راح تصير شنو؟ تصير بيتا، كوساين بيتا. مثلا هسه انا راح اسال سؤال، هذا هنا الاف ار، الاف 1 والاف 2، هاي هنا الفا وهاي ثيتا وهاي بيتا. فهنا الاف ار تساوي تحت الجذر اف 1 تربيع زائد الاف 2 تربيع ناقص 2 اف 1 مضروبا في الاف 2 كوساين، كوساين شنو؟ الفا لو بيتا لو ثيتا. الفا الفا صحيح، كوساين الفا لان هي المقابله للمحصله، شنو؟ المقابله للمحصله، فكوساين الفا. فهذا الشيء او هذا القانون اطبقه انا عندي، فهذا القانون اقدر اوجد من عند المحصله إذا توفرت المعطيات الاف 1 شو اسمه موجودة عندي، أعرف قيمتها، والاف 2 أعرف قيمتها، والالفا اللي هي الزاوية المقابلة للمحصلة متوفرة قيمتها، فأنا أقدر أطبق القانون براحتي وأوجد قيمة المحصلة وينحل السؤال كله، تمام. فهنا هذا القانون هيجي. أكو بعد قانون ثاني؟ إيه أكو بعد قانون ثاني، إذا ما قدرت تطبق هذا القانون أكو قانون ثاني. هم خلنا نرسم لكم هنا مثلث، هاي خلنا نسميها ألفا ثيتا بيتا، وهذا الأف آر أكيد، هذا الأف 1 وهذا الأف 2، حلو. ف
فهنا هذا القوانين هذا القانون الثاني الاف ار على ساين ثيتا الاف 1 على ساين ثيتا كل واحد الاف ماته على ساين الزاويه لكن يا زاويه معقوله هسه هنا يا زاويه مثلا هنا الاف ار يا زاويه تكون تاخذ الزاويه المقابله لها فهنا الاف 1 يا زاويه ياخذ المقابله لها فبيتا على ساين بيتا بعد هنا شنو عندي الاف 2 يا زاويه ياخذ ثيتا تمام هسه واضحه بانه القانون يا زوايا اخذ ب اوكي اذا واضحه نكمل فهذا القانون الثاني استخدمه وايضا استخدم هذا القانون او هذا القانون الثاني حسب المعطيات يعني انا اذا توفرن عندي قوتيا وتوفرت عندي الزاويه المقابله للمحصله فاقدر استخرج المحصله من القانون اللي هو مال تحت الجذر اف 1 تربيع زائد اف 2 تربيع تمام اقدر استخرج لكن اذا ما توفر وحده من المعطيات من هذا الامور انا اقدر استخرجها من هذا القانون الاف ار على ساين ثيتا يساوي الاف 1 على ساين ثيتا يساوي الاف 2 على ساين ثيتا لكن المشكله بالثيتا يا ثيتا يا زاويه الزاويه المقابله لها الزاويه هي المقابله لها فانتم حفظوها فهذا القانون صحيح بانه انتم عندكم ثلاثه صحيح انه انتم عندكم ثلاثه هسه هنا اف ار على ساين ثيتا الاف 1 على ساين ثيتا الاف 2 على ساين ثيتا لكن احنا بالحقيقه انه نستخدم فقط طرفين يعني ما استخدم ثلاثه انتم تعرفون المعادله او على مود اخذ يساوي هنا انا حذكركم بها انه هذا اذا قلت بانه 15 على اكس تساوي 20 على 6 راح تقولون انه طرفين في وسطين 20 اكس تساوي 15 في 6 فالاكس تساوي 15 في 6 على 20 فتستخرجون قيمة اكس تمام فهيك يكون فقط جهتين مساوي لكن ما شفتوا بحق بانه اكو شيء بانه يساوي 16 على 3 هاي السالفة ما تنحل فلهذا انتم تشوفون بانه بدام طرفين مساويات فاخذ فقط طرفين يعني شنو اخذ فقط طرفين يعني اقدر اخذ الاف ار على ساين المقابله لها يساوي الاف 1 على ساين المقابله واقدر اخذ الاف ار على ساين المقابله لها يساوي الاف 2 على ساين المقابله لها واقدر اخذ الاف 1 على ساين المقابله لها يساوي الاف 2 على ساين المقابله لها يعني عادي اخذ اي طرفين انا يعجبني اي شغلتين لان كل المستويات استاذ حسب بالمطلب والمعطيات مو بالمطلب والمعطيات يعني حسب المطلب والمعطيات استخدم اي قانون بالضبط حسب المطلب والمعطيات يعني اذا انتم متوفر عندكم الاف 1 والاف 2 والساين مال المقابله لها مثلا هسه انا هنا مثلث هذا هنا هذا مثلث هاي هنا ثيتا وهاي الفا وهاي بيتا احاول ما اعطي ارقام لان من تنطي ارقام ف تفكير العقل يعني مو شغله لا اراديه ياخذها انه شغله بيسك بانه شغله خطوات حل لكن هذا اذا تنطى رموز انه تاخذ كفهم فلهذا تشوفون اكتب رموز اكثر من الارقام الاف ار الاف 1 اف 2 اذا كانت هاي معلومه والالفا معلومه خلينا نقول مثلا البيتا معلومه كانت والاف 1 معلومه والاف ار معلومه اريد استخرج الثيتا هاي شلون استخرج راسا اقول الاف 1 على ساين يا ساين هاي الثيتا الاف ار معلومه عندي الاف ار على ساين البيتا
فأنا هاي معلومة عندي وهذا معلومة عندي وهذا معلومة عندي، أقدر أستخرج السائن لو لا؟ مجهول واحد. فهسه بدل ما أعطيتكم إياها كرموز فخلينا ناخذها مثلا كأرقام. ف إذا قلنا هسه هذا، هسه أنا قلت لكم هذا هنا ألفا وهذا ثيتا وهذا بيتا وهذا اف ار وهذا يساوي 15 كيلو نيوتن وهاي تساوي 105 وهاي راح تساوي الاف 1 والاف 2 هذا راح تساوي 13 وهذا راح يساوي 12 وجاي اقول لكم استخرجوا لي البيتا. اكو واحد يقدر يفسر شلون يستخرج البيتا؟ يقول لي شلون راح يستخرج البيتا؟ يدون تفكرون بها. هذا معلوم، والزاوية المقابلة لها معلوم، هاي معلومة. نعم استاذ. إيه؟ شلون استاذ؟ الافار على ساين ثيتا، افار على ساين ثيتا. حلو، بعد شنو؟ يساوي الاف 1 على ساين بيتا، اف 1 على ساين بيتا. عاشت ايدك. انه هو هسه هذا الاف ار معلومه والساين ثيتا اللي هي مقابله لها معلومه 105 والاف 1 هي معلومه، أنا أقدر أستخرج الزاوية المقابلة لها، فلهذا أنا استخرجت وخليتها في هذا القانون. فأنا ما قلت F2 على ساين ألفا، صدق أقدر أوجد ساين، أقدر أوجد الألفا لأن بس هي مجهولة، لكن أنا محتاج البيتا. يعني ما معقولة أقول هذا الشيء. فالإف آر 15 على ساين 105، الإف 1 12 على ساين بيتا. فهنا راح أصير عندي 15 ساين بيتا تساوي 12 في 100 في ساين 105، ساين بيتا تساوي 12 في ساين 105، فساين بيتا راح تستخرج لي. زين سؤال، أريد أسألكم سؤال، أكو واحد ما يعرف شلون يستخرج لي هسه هنا بالحاسبة يستخرج لي البيتا بوحدها بالحاسبة، شلون يطبقها بالحاسبة؟ يعني طلعت لي 0.772. هسه أنا أريد أوجد البيتا، شلون أوجدها؟ أكو واحد ما يعرف شلون يوجدها؟ مو على ودفتي ما أسوي لكم فيديو شرح للحاسبة أو يعني تعرفون، فيا ريت. أكو أشياء يعني ما نعرفها بالحاسبة. يعني تعرف هسه هاي البيتا شلون تستخرجها أو لا؟ بس بيتا مو شاء. ان شاء الله ايضا اسوي هذا اليوم، بس اخلص المحاضره يحتاج انتم تعرفونها لان راح اعطيكم واجبات او اسئله، ويجوز ايضا راح اسوي لكم كلاس تدزون عليه حلول مع الواجبات. تمام، فانتم كونوا تعرفون هذا الشيء. البيتا شلون تستخرجونها؟ بالبدايه انه كون تصير ساين انفيرس، كون تضرب المعادله اثنين ساين انفيرس، يعني انفيرس الزاويه يعني المعكوس. شنو انفيرس؟ هسه انا اذا قلت لكم سالب اكس، او هو مو سالب اكس، اكس وسالب واحد هي مو نفسها واحد على اكس. انتم هسه الاي بعدتم بعدكم بالسادس، الاي اي سالب واحد اي هي مو نفسها هي واحد على اي. فهي هاي الامور انه الانفيرس هو معكوس المقدار، فانا من اضرب في ساين انفيرس فانه نفس قسمتها على ساين، فهاي الساين راحت ويا الساين وهاي تصير مضروبه في ساين انفيرس، يعني تصير ساين، فالسير بيتا تساوي ساين انفيرس 0.772.
تطبقونها هاي بالحاسبة، هاي ساين انفيرس مقدار تطبقونها بالحاسبة. وأيضا هخلي أمثلة وأشرح لكم إياها بفيديو شلون راح تطبقونها بالحاسبة. هسا أنا شلون طبقتها هسا بسرعة، طلعت لي زاوية بيتا تساوي 50.53. أقول لك أخي هي ما شفت وساين؟ اي بالضبط، شفت وساين، شفت او كوساين اذا اردت اخلي كوساين انفيرس. واحنا اغلب شيء مستخدمين شفت وتان. هو صحيح اي مقدار تريد تخليه له انفيرس بالزوايا، قصدي يعني اي مقدار بالزوايا، فدوس للشفت بالحاسبه شفت زائد ساين او كوساين او تان. فهذا هاي الشيف زائد ساين او كوساين او تان راح تسوي لك اما ساين انفيرس اذا كان ليه ساين، اذا كوساين كوساين انفيرس، اذا تان هي تان انفيرس. بس انت يعني امك الحاسبه تقدر تطبقها وتشوفها. فهسه هذا اعتقد انه خاصه كون نطب الامثله، يعني وضحت لكم كل شيء وحكينا على كل الامور في المواضيع. فنطب ناخذ لنا بالامثله، او خلينا نشوف هنا احيانا نستخدم الخطوه. اوكي هاي قبل ما اريد لكم هسه انا شرحت لكم اياها كيف. هسه هنا شلون اعرف السؤال انه جاي يطلب من عندي جاي يطلب من عندي احله بهاي، الا بهاي الطريقه، الا بهاي يعني ما يريدني احله بطريقه تحليل القوه. شلون اعرفه يعني ما يريدني احله بطريقه تحليل القوى، يريدني احله الا بطريقه متوازي الاضلاع او طريقه المثلثات. هو اللي هذا هنا سؤال جايك عليه طبعا، يعني يمتى حلي اللي يمتى اخذ هذا متوازي الاضلاع جايك على الصيغه المعطاه. هو انا هم من كنت يعني بيدكم ايضا مرحله اولى، فايضا هاي ما كنت اعرف احددها، فقط اشوف الشكل ما ادري بديهي انا عارفه انه هذا راح ينحل متوازي اضلاع. ليش بديهيا؟ لان انا اعرف انه هو المتوازي الاضلاع انه قوتين، اذا قوتين عندي انه يلا تنحل متوازي الاضلاع. فاذا عندي ثلاث قوات مثلا، عندها قوه 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 هنا كقوه، فهذا ما ينحل متوازي الاضلاع كون الا تحليل القوه، وهاخذيناها بالمحاضره السابقه الا تحليل القوه. فهذا مع المتوازي الاضلاع نحلها فقط إذا توفرت عندي قوتين ومحصلة. مرات هو يعطيني محصلة أو أنا أضيف محصلة. الله شلون أستاذ عيدي؟ أوكي وياك. مثلا هسه هنا أنت كنت حاضر المحاضرة السابقة؟ لا والله. تعال افهمني، افهمني هسه هاي على مود تفهم الشغلة اللي وراها. أعود الحول. مثلا هسه هنا عندي قوة، هنا أنا F1، هنا أنا قوة F2، وهنا أنا قوة F3، والطاني هاي المحصلة. هاي طاني ياها، انتبه لي، انطاني هاي المحصلة، طاني ياها هاي FR. هسه إذا أسألك سؤال، هذا تقدر تسوي متوازي أضلاع؟ لا. راح تقول لي لا ما اقدر اسويه كل متوازي اضلاع، اقدر اسوي هذا متوازي اضلاع، اقدر اسوي واحد متوازي وواحد تحليل، متوازي واحد اضلاع، وهذا راح يظل تايه، هذا راح يظل تايه ما له متوازي اضلاع. يعني شلون الا انقلب هاي القوه اقلبها هنا وهاي القوه انه بقلبها هنا. هنا قالوا لك بانه على مود لا ندوخك، وتصير السالفه معقده، متوازيين اضلاعين وكل واحد ينحل بوحده، ونقل لمناقلات الزوايا، انت تعرف يصير بها نسبه خطا مناقلات الزوايا خاف. فقال لك انه اذا تكونت عندي المعادله اللي خلينا نرجعها من قوتين، تكونت عندي المعادله من قوتين ومحصله، محصلة أما يعطيني إياها أو ما يعطيني إياها. هسه مثلا هنا أعطاني إياها اف ار، فأعطاني إياها إذا كانت عندي قوتين محصلة أقدر أحلها بطريقة متوازي الأضلاع.
إذا أعطاني بس قوتين ما أعطاني محصلة، إذا أعطاني بس قوتين ما أعطاني محصلة، هم أقدر أحله متوازن أطلع. ليش؟ لأن أنا أعرف مكان المحصلة وين راح يصير. راح يصير بأنه يقطع، يبدي من بداية المحورين، من بدايتهن يقطعها بالمنتصف. فهسه واضحة أنا ليش كنت أقول لكم السالفة بديهية، كنت أنا أعرف هذا الهيد، هذه الصيغة وهاي الصيغة. فهي أمور تقدرون تاخذونها بديهية وتحلون، ما صار عليها وتضبطون إن شاء الله. بس هسه بالبداية يكون ضبطون الملزمة، الملزمة أهم. فهنا بعد أيضا إضافة على هذا، خل نعطيكم صيغ مال الكلام، لأنه يقول لك إياها بالسؤال، تعرف أنه كون تحلها بهاي الطريقة. من يقول لك ديترماين ذا ماج، ها هاي الصيغة المن، هاي الصيغة المن مال الكلام، هاي الصيغة إذا أعطاك قوتين، قوتين أعطاك إياها، أعطاك إياها قوتين، فأنت هاي القوتين أنت تقدر تحلها بطريقتين، تقدر تحلها بتحليل القوة، كل واحدة تحللها، وتقدر تحلها بمتوازي الأضلاع. هنا لهذا طيرناكم الكلاميات. ليش؟ لأن هنا راح تشوفون إن دوخ أحلها بيا هاي الطريقة أو لا. إذا ما حدد لك وما قال لك أريدك تحل إياها إلا بطريقة متوازي الأضلاع، أفضل لكم والأنسب والأسهل واللي ما يطلع لكم أي نسبة خطأ طريقة مال تحليل القوة. الطريقة الأولى. لكن إذا هو جبرك قال لك إذا تحلي إلا بهاي الطريقة، هو جبرك بعد. وشلون يجبرك؟ عن طريق هذا الكلام. Determine the magnitude and direction result force by using parogram parallelogram تمام low. يعني شنو جاي يقول لك؟ بارالوجرام لو، يعني شنو جاي يقول؟ جاي يقول انه طريقه بارالوجرام اللي هي طريقه بارالوجرام متوازي الاضلاع، هي يسمونها طريقه بارالوجرام. شنو بارالوجرام؟ زين هسه انا اذا اسال واحد شنو بارالوجرام بالانجليزي بالعربي؟ هو متوازي اضلاع بالانجليزي اسمه بارالوجرام، متوازي الاضلاع يسمونه بارالوجرام بالانجليزي. فهسه خلينا نترجم كلمة كلمة على مود تفهمون أيضا. واللي هنا determine جد the magnitude القيمة and direction والاتجاه، اتجاه والاتجاه هو شنو؟ هو نفس الزاوية of result force القوة المحصلة. جاي ترجمة كلمة كلمة أو لا؟ سألكم سهلة. using parallelogram لو، يعني using باستعمال مال طريقة أو لو إنه تجي قانون، لو تجي قانون متوازي الأضلاع، باستخدام قانون متوازي الأضلاع. هسه هاي الصيغة واضحة؟ استاذ ما ذكر هذا المصطلح تبقى يمك بأي طريقة تحل عادي؟ اي تبقى يمك. وبعد ايضا مصطلح ثاني راح اعطيكم اياه. المصطلح اللي دائما اشوفه انه متكرر بالمصدر، المصطلح هذا resolve، يعني resolve جد the force in compliant action along u و v axial direction axial and determine the magnitude of this component. يعني شنو جاي يقول لك؟ resolve يعني جيت the force القوة in the component. هاي حفظوها هذا المصطلح components. شنو هاي؟ هاي مركبات.
يعني مثلا هنا قوة هاي، قوة هذا يقول لك جد لي مركباته اكشن الونج، يعني شلون تجي مصطلح انه هذا اكشن الونج، يعني حد بامام الحدث، ايش تجي كمصطلح؟ يعني يقصد انه امامه، انه شلون راح يصير الاتجاه، شلون راح ترسم. هنا عندنا بالستاتيك تمام، يو في اكشن ديترماين ماجنتيود اوف ذيس كومبوننت. فهسه المصطلح الاول هذا اللي انتم ما اعتقد ما عرفتوا عن طريق كلمه بارالوجرام، والمصطلح الثاني عن طريق هذا، والبي دي اف راح يوصل لكم ايضا. The force in the component action along U and V axial determine the magnitude of this component. فهسه احنا كملنا، وهسه هاي الصيغة فهمت؟ عمود نعرف نطب الأمثلة. إذا لقيتوا غير هذا الشيء يعني تقدرون تحلونه بالطريقتين، طريقة تحليل القوى وطريقة هذا، والأنسب لكم تختارون يا طريقة تعريق التحليل القوى. فهنا نجي نحل أمثلة الملزمة، خلينا نشوف والله مين بعد أمثلة بعد منا. جاي يقول لكم هنا ذكروا فيجر اسمه أوكي subjected to two forces F1 and F2 determine the magnitude of direction result force. هسه اكو واحد يقدر يقول لي نحل هذا السؤال باي هسه باي طريقه؟ باي طريقه؟ لانه ما صحيح يعني جابرنا على شيء. اي صحيح صحيح حشتيدك، هذا السؤال ينحل باي طريقه. ليش؟ لان هنا ما جبالك لا قال لك بارالوجرام اريدك تحله، ولا قال لك بانه اريد تحليه بانه كومبوننت مركبات كومبوننت الونج الونج اكشن الونج، تمام؟ ما حدد لك اياها، فهذا تقدر تحلها باي طريقه تحجمك. فهنا لان شاف انه اكو قوتين فقال انه خلا حل، لكن انت اسهل لك تحلها بتحليل القوى. فهذا هسه حاليا بدام ما جبرنا، وبدام انه موضوعنا هنا اليوم انه طريقه البارالوجرام اللي هي متوازي الاضلاع، فخلينا نحل طريقه متوازي الاضلاع. فخلينا بالبدايه على ود احل لكم ارسم المحاور، ها محور الواي وهذا محور الاكس، النوب ارسم القوه، يعني ارسم فد رسم مبدئي او بسيط، يعني ارسم القوه، هذا قوته 100 نيوتن، هذا عفوا وهاي الزاويه مالته 15 اوكي، وهاي الزاويه مالته 10، وهذا اتو تساوي الزاويه مالته 150 نيوتن. خلنا نسوي لك كوبي اوكي او نو ناخذ هنا. فهنا انا بيست خلي هسه هذا تحبون نحله بالطريقتين لو نحله بطريقه واحده؟ نعم استاذ كيف هم الأفضل لكم، خلينا نحلها بطريقتين، طريقة تعلم ودشوا فيها هي الأسهل، طريقة تحليل القوى وطريقة طريقة نحلها بالطريقة بالبداية اللي طريقة اليوم تعلمنا لها، طريقة متوازي الأضلاع. فأول شيء قوتين، إنه شنو كون أسوي؟ كون واحدة أخليها قبال الثانية، هاي هنا أنا. هاي هنا أنا. واحدة هاي هنا أنا. فبدام هاي F1 هذا F1 فهذا هو نفسه F1 يساوي 100 نيوتن، هذا F2 فهذا أيضا F2 تساوي 150 نيوتن. قبل لا أقسمه، بأنه أنا قبل لا أقسمه خليني أوجد الزوايا،
اكو واحد هسه هنا يقدر يعرفني هنا الزاوية ايش قد؟ هاي زاوية 15 وهاي زاوية هنا 10، فهاي الزاوية ايش قد؟ اي الزاوية القائمة ايش قد؟ 90. 90. فأنا زاوية قائمة أنا أقص منها 15، أنا أقص منها 10 اللي هنا، فوجد هاي الزاوية اللي 65. صحيح. بس إذا قلنا 90 ناقص 10 ناقص 15 راح يطلع لي 65. هسه واضحة؟ اللي كتب لي بالكومنتات جاي يشوفن 30 خطأ، لأن هنا 90 زاوية أنقص من عدا هاي، أنقص من عدا هاي، فراح تبقى لي فقط هي مو 90 ناقص 25 زين. إيه 90 ناقص 10 ناقص 15 اللي هي مجموعة 25، فهاي راح تطلع لي 65. إذا هاي 65 هاي إيش قد؟ 65. هاي 65 نقدر نوجد هذين الزوايا لو لا؟ أي نقدر. نقدر. أشتديكم هذا خليني افرضها اكس واي، افرضها اكس واي اجي اوجدها. 360 تساوي 65 زائدا 65 زائدا اكس زائدا اكس. ف 360 تساوي 65 زائد 65 راح تطلع لي 130 زائد 2 اكس. فالاكس تساوي 360 ناقص 130 على 2، فالاكس راح تساوي لي 360 ناقص 130 115. شوفوا عاشت ايدك. 115 استخرجناها، فهاي ساوت 115، فهاي ايضا 115. فهسه على مود لا نتخربط، فقط خليني اشيل هذا. خليت ما نسوي قانون ثابت، يعني شلون؟ انه اكس تساوي 2 في 65 ناقص 360 على 2. تقدر تسوي لك قانون ثابت او تحفظه بانه، لكن وانا اجي انا اجي في حافظه، يعني انت من سويت زائد انه بجمعت الاكسات وقسمتهن على 2، وهذا زائد صحيح انه تقدر تسويها هيك، هي تخليها انه قانون ثابت، انه هذا اذا هاي مجهوله انه هي 360 انقص من عدها هذا الزاويه 65 65، فهي مجموع هذا الزاويتين على 2، اقدر اسويها هيك هي. لكن انه شو اسمه انا اريدك تفتهم انه من اجى هذا القانون، مو تجي تحفظ لي قانون معين، انا اريدك لا بعد هو قانون لازم تفهمه يلا تحفظه. اي بالضبط. فعلى مود بعدين بالامتحان فرضا انه انت راح عن بالك عادي للتوتر، راح عن بالك رأسة تتذكر انت فاهمه، فهاي زوايا مادة 360 وتجي تطبق. بعد تريد تحفظ القانون عادي على راحتك. فهسه هنا فعلى مود لا نخربطه هذا الرسم، ف هنا أنا أجي أرسم المحاور، أرسم الرسم مرة ثانية على ود لا أخربطه. تمام، هذا الرسم، هذا وجدنا زاوية تزيد 65 وهذا 65 وهذا 100 زيد 115 وهذا 115 وهذا عرفنا ايش قد قيمته، ايش قد قيمته 150 وهذا ايضا فهذا 150 وهذا ايش قد مقداره 100 100. تمام. فهسه هنا اجيت تكون اختار احد المثلثين، ام فانه انا اذا اريد اختار احد المثلثين المحصله مين راح تجي لي؟ منا او منا وليش؟ مين راح تجي من نقطه الاصل؟ من نقطه الاصل صحيح، لكن ليش؟ قلنا لانه لازم يكون امتداده منا، لازم تكون صحيح، لازم امتداده منا. هي ما نقلنا يعني.
صحيح، ايضا ما مطيني اياها انا كون ارسنال صحيح، لكن هي كون تبدي مين بدن النقطتين، يعني مين اجن، يعني انا بالاصل القيمه خلينا خليه هنا هاي هاي وها القيمه الثنين هذلا مين بدن، بدن من نقطه الاصل واثنينات وين ملتقاهن، ملتقاهن عند هاي النقطه، فلهذا كون ابديها من هاي النقطه. هو صحيح انه دائما يعني تقريبا دائما كون تبدوها من نقطه الارض، لكن على ود لا تخربطون اخاف اسئله تجي، يعني اكو اسئله بالمصدر يعني يعني ما مرتبه، فلهذا انا جاي اقول لكم تبدي من النقطتين اللي تلقون بيها، يعني شلون خليني اوضح لكم هنا، هذن اثنينات باديات من هنا أنا، فرأسة أعرف أنه محصل هنا. فإذا الجسم بالعكس هيك وهيك هم باديات من هنا، فأعرف أنه المحصل هنا. فهسه هاي واضحة؟ فنكمل حد. فهنا نكمل. ف عرفنا انه كون ابديها من هاي النقطه واقطعها، فاخذ هذا الجزء، يا جزء يعجبني هذا اخذه هنا، انا بدام كل الاجزاء هي معلومات فاخذ لي جزء واحد، خلينا ناخذ الجزء الفوق عادي براحتكم، اي جزء يعجبكم تاخذونه. فالجزء الفوق هذا 100 قيمته، وهذا 150، وهذا اف ار، وهذا مقداره زيادة الزاوية 115. هسه انه انا وهذا مقداره 115، زين هاي الزاوية معلومة؟ لا غير معلومة، هاي كلها 65 بس هاي بوحدها ما عندي، غير معلومة، بوحدها غير معلومة. فهسه انا اذا اردت اوصل المحصلة اي قانون استخدمه؟ ال FR يساوي جذر F1 تربيع زائد F2 تربيع. قدرين تقولي لي ليش ما استخدمتي هذا القانون؟ استخدمتي هذا القانون؟ لأنه كل المعلومات هنا. كل المعلومات هنا له. وأيضا الزاوية عندي. معلومة. مقابل ال FR. مقابل المحصلة صح. صحيح عشتيدك. فهنا هذا الزاوية مدام المقابل ال FR عندي معلومة. وعندي انه هذلنا معلومات، فرأسة اقول القانون الاف ار تساوي تحت الجذر الاف 1 تربيع زائد الاف 2 تربيع ناقصا 2 اف 1 اف 2 كوساين اللي هي 105 لان الساين مقابلها، فالاف ار راح تساوي الجذر معطي 150 تربيع زائد 100 لو اي 100 تربيع ناقص 2 في 150 في 100 كوساين 1.5. فهسه هذا اطبقه اوجد المقدار مالته. فهسه انا اذا طبقت هذا بالحاسبه تربيع زائد 100 تربيع في 100 كوساين 1.5 فتطلع لي الاف ار 2.125 اللي هي 6.231. فهسه هذا واضح او لا؟ واضح واضح. ايضا هو شاف هنا حسيتوا اذا تشوفون هاي شاف هنا انه على مود يوجد الزاويه، بعد هو شنو طلب من عديه؟ قال لها subjected to force the F1 and the F2 determine the magnitude and direction of the result force. هسه أنا وجدت أنه القوة result معناته حلو. هسه إذا أريدت أوجد الزاوية، هسه الـ FR وجدت القوة معناته، هسه أنا هنا أقدر أوجد هاي الزاوية وهاي الزاوية؟ إيه نعم. هذا أي واحد أحكي؟ اوكي راح نوجدها من نعم مقتدى اقول لك من قانون الساين، قانون الساين وحده الاف ار مثلا على ساين
المية وخمستاعش اللي هي مقابل إلها يساوي المية على ساين ثيتا اللي هي مجهولة. فهسه هنا الاف ار عندي قيمتها، الساين عندي قيمتها، اطبق اوجدها. ايضا الزاويه مالت من مال هاي مال هنا، هاي الزاويه مثلا ثيتا، هاي هاي قلنا عليها ثيتا، هاي خلينا نقول عليها الفا. فاذا اريد اوجد الفا فهي اف ار على ساين 115، لان هي معلومه 150 على ساين الفا، واقدر اوجد الفا لان هاي معلومه وجدتها قبل شويه، كل شيء معلوم. فهسه شفتوا انه العلاقه انه شلون تقدرون تربطوهن اثنيناتهم سويه، وتقدرون ياخذ تستخدمونه اول، شلون عرفتوا تحلونه؟ ننتقل للسؤال الثاني. اوكي خلينا ننتقل للسؤال. اسف قلت لكم خل نحل ايضا طريقه تحليل القوى، فخلينا نحل طريقه تحليل القوى ايضا. عادي عندكم، ما عندكم مشكلة إذا طولت المحاضرة؟ إذا ما عندكم مشكلة أنا هم أيضا ما عندي إشكال. ما عندنا إشكال. أوكي خلي طول المحاضرة. فهنا أنا قوة وهنا أنا قوة. هاي قوة هاي قوة وينها والله؟ هاي 105 هاي 100. هاي 150 ذكاء ودي هاي 100. خلنا نتأكد بالعكس. هاي 150 هاي 100 وهاي الزاوية 15 وهاي الزاوية 10، بس لا عكستها، أنا عكستها، هاي 10 وهاي الزاوية 15. شيك المرة الأخيرة السؤال على مون. جاي تكتب لي، انا الشاشه واقفه، الواقفه عند الجميع هسه هسه يلا رجعت. ها اسف اوكي. فهسه هاي واضحه ساعدكم. هسه نجي نحلل القوه. هاي التحليل بالاحمر، راح اخلي التحليل مالت من مالت المية، وبالأخضر التحليل مالت من مالت المية وخمسين. قلنا أي قوة مالك وأنا أحللها. فهنا المية راح تأخذ الكوساين لو ساين كوساين كوساين مية كوساين الخمستاعش، والفوق راح يصير مية ساين الخمستاعش. هاي 150 على محور واي تاخذ الكوساين. قصدك انت الاف اكس تاخذ الكوساين. اي بالضبط. لا قصدي هذا الاف اكس، لان انا كنت اشر على المحور. هسه الواي المحور مال الواي بالنسبه لل 150 راح تاخذ الكوساين لو ساين؟ كوساين كوساين. ياهو قال لي ما حضر المحاضره الاولى. انا ما حضرتها، بس ما عليك، فاهم كل شيء. يعني هسه انت فاهم هاي اللي صارت كوساين؟ فاهم كل شيء. حسين ايضا انت فاهم؟ جيف اللي جاي يصير هاي كوساين ساين؟ فنكمل كوساين. المشكلة بالفريكشن يصير. ان شاء الله ان شاء الله يصير سهل عليكم. سهل هذا. فهذا 150 بعد ايضا ساين اللي هي العشرة. فهسه هنا وجدته فقط اوجد summation اف واي و summation اف اكس. summation اف واي كلهن اتجاهها للاعلى، فهي راح يجمع 150 كوساين العشرة فزائد 100 ساين ال 15. كلهن اتجاهها لليمين، فراح تجمع 150 ساين العشرة زائد 100 كوساين ال 15. أوجد هذا القيم 150 كوساين العشرة زائد 100 ساين 15، راح تطلع لي 173.6. أيضا هاي فأوجد القيمة أوكي.
راح تطلع 122.64. حلو. بعد اوجد الاف ار شلون تحت الجذر انه السميشن الاف واي تربيع زائد السميشن الاف اكس تربيع، لان شنو قلنا؟ هو قانون فيثاغورس، فاطبقه 0.6 تربيع زائد 1.22.64 تربيع 1.73.6 تربيع زائد 1 راح تطلع 212.55، واللي هي 212.5. واضح شلون استخرجتوها وشلون بساطتها؟ ابسط يا هاي الابسط هسه انتم لكم تحليل القوى. لو لا طبعا هنا شفتوا انه نقدر نستخرجها بطريقتين، وايضا الثيتا تن انفيرس سميشن الاف واي سميشن الاكس اف اكس، وراح تستخرجون الثيتا. طريقة كلش بسيطة، مع تحليل القوى اصلا هي اللي راح تستمر وياكم. فاحنا حليناها بالطريقتين. نشوف لنا بعد السؤال لكم. هذا السؤال، هذا السؤال هسه هنا نجي نقرا resolve the horizontal 600 newton force into confined action along UV. شنو قاعد يقول لي هسه من هاي الكلمة، من هاي الدلالة، من هاي المعنى انه جاي يشرط لي انا اريدك بالضبط، انه جاي يشرط لي اريدك تحلها بطريقة البارالجرام اللي هي طريقة متواجد الاضلاع. فهاي كنت نحل بطريقة متواجد الاضلاع. فهسه هنا نجي متواجد الاضلاع، هنا اذا تلاحظون 60 هوريزونتال هاي مطيني القوة هنا 600، يعني مطيني هاي الاف ار اللي هي مطيني المحصلة. احنا مو قلنا كنا نقول قوتين اللي هو هسه هنا كقوة وهاي قوة، قوتين المحصلة هنا المحصلة مو انا اضيفها، هو مطيني اياها. فتنتبهون لهذا الشيء، مرات المحصلة يعطيني اياها مو اللي انا استخرجها. فهسه انا على مود ارسم، شنو ارسم؟ بالبداية يكون ارسم المحاور، هنا انا ما خال محاور، ما معقول انساها. تمام. النوب من رسمت المحاور ارسم القوة، هاي اليو خلنا نسميها اف يو، وهاي اف في، وهاي هنا خلينا اخليها هنا 600 نيوتن، والزوايا هاي 30 وهاي ايضا 30. وخليني اخذ التنسخه واخذ لكم اياها على صفحه واحده ونشرحها سويه. هسه باعوا ليش صار رسم مبسط؟ صار رسم مبسط. اول شيء انه انا اشكل متوازي اضلاع. شلون اشكل متوازي اضلاع؟ هاي القوه عكسها اوصلها كون، نعم تتوصل بمن؟ بالمحصله، كون تتوصل بالمحصله. فخليني اسوي الكيمياء بالاخضر افضل، وهاي القوه هنا انا راح اصير هنا. فهنا الاف انتم اذا تشوفون انه الرسم شويه يعني تعبان عندي، ف اتس اوكي يعني انا اوكي. فهذا هنا على الاف في، فهنا على نفس اف في، والاف يو هنا على نفس اف يو. فهسه اجي طريقه بالبدايه قبل لا اروح كل شيء اسوي انه اوجد اللي هي اوجد الزوايا. هذا هنا 30، هنا كان اكو محور 30 اتذكر، هنا اكو كان محور نخليكم اياه. خلينا نجيبه من على الرسم على مود تصير بشكل اوضح، هسه ما راح تجي فيت. هذا المحور اذا تلاحظونه
مهم كون مع الإنسان، لأن هذين المحاور اللي عليها القياسات، فمهم ما تكون مع الإنسان. كون فهنا هاي القوة هي هنا، هي نفسها هنا، وهاي هي نفسها هنا. فهذا الذي، الأذي هنا على نفس الأذي، وهنا على نفس الأذي. هل سأوجد الزوايا؟ أجي أوجد، أنا عندي وظيفتي، هل سأوجد الزوايا؟ رسمت رسم مباسط هنا، هاي كله شنو؟ 30 ب30، هاي الزاوية ايش قد؟ زاوية المقام هو 90، 90 ناقصا 30 عم 30. هل أنا استخرجت هاي عم 30، هاي الزاوية ايش قد؟ 30 30 بالمتقابلتان، اي بالضبط، لان متقابلتان بالرأس فأيضا 30، فهم أيضا زاويتين 30. خليني أوضح لكم إياها، هاي قلنا 30 فهاي أيضا 30. بعد أيضا إنه هنا هاي الزاوية وينها؟ اليم 600، اليمن 600 اليم 600 زياد 30، اي هاي غير قصدك هاي؟ اي بالضبط هاي 30. هاي اللي الامر الجديد اللي نضاف لكم، انه احنا صحيح انه الزاوية كنا نقولها كده عندنا اللي هو نفسها تناظريا، هذا او التبادل كنا نقول هاي الزاوية هي نفس هاي الزاوية، وكنا نقول بمن عندنا متقابل بالرأس. هسه الإضافة الجديدة اللي هي هم هاي تنحسب على التقابل، ما أدري التناظر ما أتذكر، لكن هاي الزوايا المتقابلة هكذا، فأي التبادل بالتبادل أيضا بالتبادل. أنا صراحة المصطلحات ما أحفظها، أفهم الأمر وأطبقه. فهاي بالتبادل أيضا هنا هي نفسها هاي الزاوية، فهسه استخرجتها. فهسه اشوف الرسم ما خالي شيء بعد، فبدام استخرجتها اقدر بعد استخرج زاوية. اكو واحد بعد يقدر يستخرج زاوية ثانية؟ اي هي اللي داخل المربع اللي ويا 30 على شكل مثلث، هذا اي لو ما يحتاج. هاي هسه تقدر تستخرجين اشقد؟ انا هسه استخرجتها من مجموع الزوايا المثلث 180، طرحت 30 طلعت لي اشقد؟ هاي الزاوية تمن عندش على مود تطبقين هذا الشيء، مقسمة على 2 طلعت الواحد 75. ما يصير. لا ما يصير، ما يصير هذا الشيء، ما يصير. لازم زاويتين معلومات 180 ناقص لنا الزوايا. صح، بعد باعث لنا وياك هذلنا الزاويتين ما متساويتين على مود تجي نقسمين على 2، او هاي الزوايا زوايا المثلث ما تجي متساويه هنا بالمتوازي الاضلاع عنه، زوايا المثلث غير متساويه. خلينا نتفق على هذا الشيء، زوايا المثلث غير متساويه عندنا، فلهذا ما اقدر اطبق هذا الشيء. فهسه احنا بدأ منا لهنا، فنشوف وين آسف احنا هاي 30. هسه هذا الزاوية الثانية اللي أقدر أستخرجها هي، أنا مو عندي هذا 30 وهاي الزاوية هي 90 زاوية قائمة، أقدر أستخرج هاي كلها؟ أقدر أو لا؟ واضحة كيف؟ بس عيد، أنا عندي هاي الزاوية، هو خليني أوضحها، عندي هاي الزاوية 30 صح لو لا؟ يصير وياها 120 لأن 90 زائد 30. هاي عندي زاوية 30 وياي، وهاي عندي زاوية، أنا زاوية قائمة 90، أنا أقدر أستخرج هاي كلها أصلاً مع المثلث؟ 120 صحيح، 120. اللي سألت فاطمة
فهمتي او لا؟ ايه فهمت. فالسحايه عرفنا انه نستخرجها 120 زاويتها انه 120. خليني امسحها واوضحها. فعرفنا انه هاي الزاويه 120، فخلينا نرسم اللي هو الشكل من جديد اللي هو يكون افضل. فناخذ استنساخ ملانه على مود عرفنا شلون نستخرج الزوايا بي. هو فقط الشغله الوحيده المكروهه بي انه هاي الطريقه استخراج الزوايا. تصفني لها كون الزاويه شلون تستخرجها، بعد عرفت انه كل امورك صارت بالسليم بسيطه. مقتدى اذا قدرت انه سد المايك مالتك. فهاي قدرت. خلاص نسيته. لا تشكي ما صار شيء. انه 30 فقدرنا نستخرج هاي كلها هي 120 اللي هي 30 زائد 90 120. فهاي الزاوية 120 ايضا بالتبع هاي 30 كنا، هاي ايضا بالتبادل فهاي 120 ايضا بالتبادل 120. فهسه هنا الاف، هنا الاف يو وهنا الاف بي. يا مستطيل هسه حاليا من وجدت هذن كلهن هيأت اقصى شيء، يا مستطيل تريدون توجدونه او يا مثلث تريدون توجدونه اخذوا. هسه خلنا ناخذ بالله المثلث الفوق، عادي عجبني انا اخذ المثلث الفوق. هاي زاويته 120 وهذا زاويته 30 وهذا 600 وهذا الاف يو وهنا الاف بي يطلع 30. هنا هسه هنا الزاويه هاي اللي هنا باعوا الزاويه اللي هنا مجموع زوايا المثلث هي 180. ف 180 ناقص 120 ناقص 30 فهاي راح تطلع زياد 30 تمام. فهنا انا من طلعتها فهسه اقدر استخرج الكومبوننت مالتها الاف يو والاف في، اقدر استخرجها بالراحه من قانون الساين. صحيح من قوانين الساين، مو اروح القانون محصل، المحصله عندي. فاقدر استخرجها بالراحه اللي هي راح تصير الاف يو عاليه من على ساين المقابل لها على ساين ال 120 تساوي اللي هو المحصله 600 على ساين المقابله لها اللي هي 30. فأقدر استخرج الافيو اللي راح تطلع لي مقدارها. بعد انتم تسوون هاي طرفين في وسطين راح تطلع على رأسها تطبقها بالحاسبة تطلع مقدارها 1093. ولا عندي غلط، ها ألف و ألف و شو اسمه ومية وثلاثة وتسعين. صحيح ألف ومية شو اسمه 1039 آسف. فإذا أردت أستخرج إنه أيضا الأف في قد مقدارها، أيضا راح أقول الأف في على ساين المقابل لها اللي هي 30، بس مقدار كلش كبير. شوفوني بعدين من راح تدرسون ثانية وثالثة راح تشوفون ليش مقدار كلش كبير. 600 على ساين 30 راح تستخرجونها أيضا بعد هاي تطبيق حاسبة، وأيضا راح أعلمكم فيديو على الحاسبة. راح تستخرجونها راح تطلع لكم مقدارها 600. فهسه هنا واضحة شلون حلينا المثال بكل أريحية وبسيط بسيط، فقط شغلة الزوايا كنت تدخله. أوكي إذا واضحة شنو بقى لنا؟ أوكي خلينا بقى لنا هاي المثال، خلينا نحل هذه الأمثلة المثالين. فهذا المثال هسه قايل لي determine the magnitude of component F A magnitude result force ال FR if FR is direction along the position. قايل لي component F component وقايل لي اياها بانه هاي ال FR along بيعطيني اياها على اتجاه تمام. فهذا جاي يدل لي انه على يا طريقه يريد نحل متوازي توازي الأضلاع. بس انت بقول لهذا الشيء، انت بقول لهذا الشيء قال لكم الاف ار
دايركشن اتجاه الافعال اتجاه المحصله الوج على طول طول البوزيشن بوزيتيف واي اكسس. وين البوزيتيف؟ هذا البوزيتيف لين هاي بوزيتيف. فجاي يقول لك بانه المحصله هي على طول هذا، فهنا المحصله لا تدوخ روحك انه هسه انتم حتى اذا ما عرفناها احنا هنا المحصله اكيد راح نخليها هنا، لان عند النقطه اللي تبدي بينها وفي منتصفها تمام. فهو ما راد يدوخك قال لك هذا مكانها. فهنا أنا اجي اسوي فري بودي دايجرام للجسم الحل مات. فهنا أنا ارسم بالبدايه المحاور، والله يعطي الصحه والعافيه هو راسم لنا المحاور، يعني اذا ما رسمنا ياهن انا ارسمهن، يعني اهم شيء ما انسى هذا الشيء. اخلي القوه ومقاديرها 200 نيوتن و45 هذا اف، وقايل لك اياها المنطقه. فاجي اخذ لك كوبي كوبي اوكي. فهسه هنا انا اجي هذا هنا انا رأسة قايل لي على طول المحصلة هو هذا الاف ار على طول المحصلة، فخانا بدل ما اخليه اخلي رأسة الاف ار. فهسه انا اريد اشكل متوازي اطلع كلهن كون يروحني المن للاف ار. هذا اللي هنا انا 200 هو نفسه هذا هنا 200، وهذا اللي هنا انا اف هو نفسه هنا انا اف، واجي اوجد الزوايا. هسه هنا انا عندي هاي الزاوية أنا أقدر أعرفها هاي 60 صحيح، لأن هنا الزاوية قائمة 90 ناقص 30 فهي 60. هاي الزاوية أيضا 60، وهاي الزاوية مصفى 45 صحيح أكثر 105 مصفى 45. فهسه هنا أنا عندي الزوايا أنا كلهن، أنا أقدر أخذ لي أي مستطيل. خلينا نشوف تفيدنا إنه ناخذ اي مستطيل يا اي مثلث، اسف اي مثلث يا مثلث ناخذه براحتكم. هنا نشوف الاثنينات نفس الشيء، فناخذ يا هو هذا والله خلينا ناخذ هذا على اليسرى ارسمه نفسه، ما اغير بيه اروح اقلبه واسوي مثلث، لا نفسه بالضبط 45 60. فهاي مقدارها زياده هسه هاي 75 75 140 ناقص 60 ناقص 45 75. هذا هنا المحور اللي هو اف ار هو الثانيه ايضا، وهذا هنا هو هذا ال 200 وهذا هو الاف. فهسه انا عندي اريد استخرج الاف ار والاف. الاف اذا اريد اوجدها هي قوانين الساين بالضبط، اللي هو الاف على ساين 60، الاف على يمين 200 على ساين 45 على ساين 45 بالضبط. فراح نستخرج الاف، واللي راح تطلع لي مقدار الاف ساين 60. انا جاي اطبقها بالحاسبه عشان تشوفون الارقام، تطلع هي 244.94 كيلو نيوتن. فاذا اريد استخرج الاف ار فهي الاف ار على ساين 75 تساوي البيتين على ساين 45 اللي هي اف ار على ساين المقابل لها صار 75. فاستخرج اقدر استخرج الاف ار اللي هي راح تصير 275 على اليمين على ساين 45، فراح تطلع لكم الاف ار تساوي فاللي هي نفس هذه الارقام 245 237 اللي حواليه واضح. شوف شلون حليناها، كم خطوة؟ ما طول خطوتين، هذا الحل، هذا الحل مالته. هسه هنا فكرة مهمة جدا، انتبهوا لي، واللي لا طالما ما أحب هذا الشيء، لا طالما ما تجي بالامتحان، فلكن الفكرة كون تعرفونها، ما أحب هذا الشيء أقول لكم إنه امتحان ما امتحان، لكن وجدت بعد على لساني. هنا هذا المثلث وين السؤال مع التصيغة السؤال با
It is required that the result force action المحصلة تمام on the A bolt be direction along positive the X axis. كونوا تعرفون تحاولون تقرونه أو تترجمون كل شيء. يعني جاي يقول the result force action on A bolt تمام be direction الاتجاه مالت along على اتجاه البوزيتيف الاكس اكسس، فانا راسا اعرف انه هذا راسا المحصله هذا الاتجاه، هذا مكان المحصله، فعرفنا احنا مكان المحصله وين. اف 2 has minimum magnitude. هاي السالفه كلش كلش مهمه، هي هاي اللي محور الحديث عليها. يمتى احصل القيمه المينيمم؟ الاف 2 انه مينيمم ماجنتيود، اقل ماجنتيود عندها، اقل شيء. يمتى احصل القيمه المينيمم؟ يمتى انا احصل قيمه مينيمم؟ عند ات زاويه ثيتا تساوي 90. فهذا خلونها ملاحظه ببالكم، احصل القيمه المينيمم عند زاويه 90. فاجي هنا ارسمه بالبدايه فري بودي دايجرام، هذا الاكس اكسس انا رسمته، خلي الزغره هذا اوكي هنوصله اوكي، والواي اكسس لا انسى، وهذا الاكس، وهاي القوه هنا احنا هاي 800 نيوتن اف 1، وهاي زاوية 60، وهاي ثيتا، هذا اكس دايركشن. اوكي فاذا هسه هنا بس العفو ما فهمت شنو اقل قيمة عند زاوية 90، يعني شنو؟ هسه راح اطبقها وراح اراويكم يعني شنو مقدارها. تمام ف انا شفت مسحت قبل لاحل باعي هنا أنا. هذا الاف 2 مو انحداره هلقد تشوفينه اي اف 2 انحداره هلقد، انحداره يصير انحداره هلقد. زين انا اريد اقل قيمه للاف 2، الاف 2 اريد يكون لي اقل مقدار، اقل انه قيمه له، يعني اذا هو كان مقداره 600 اريد اقلله. شلون اقلله؟ انا شيء بديهي له انه كل ما تقل الزاويه، كل ما تقترب الزاويه الى 90 راح تقل الانحدار مالته، صح لو لا؟ يعني هسه هي والاطول، هسه انا راح اقول لك فخلينا اوضح لك هذا القلم، يا هو الاطول طول بالطول، يا هو الاطول هذا او هاي، كل ما يزيد الانحدار يزيد الطول او ما يزيد أو يقل يزيد. فأنا إذا ردت أخليه أقل طول إلى أقل طول إلى، فأنا أخلي زاويته 90، أخليه عمودي، عمودي يعني زاويته يعني 90 لأن معلومة 90 لأن شنو؟ لا يعني 90 يعني نقدر نشتغل عليه مثل، مو 95 100. لا 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 مو لأن معلومة، لان 90 تطلع لي عمودي، يصير عمودي هو اقل شيء، اقل شيء طول له عمودي. تقدر تجربونه تجربه علميه او شغله، خلوا مالتكم او جيبوا انه شلون شيء معين او خشبه او يعني قلم يبكم، اذا شنو سويته الطول ما تخليته واقف قائم، يعني زاويته 90 قائم عمودي، وخيل او مره خليته لميلان، بالميلان راح تشوفون انه هو جاي يقل، جاي يقل طوله، لكن بالحقيقه انه بالنسبه الى الطول الفضاء مالته، يعني شلون ما اريد ادوخكم، انا اريد اوضح لكم اياها على هذا الشيء، انه هنا انا على ود اوصل على نفس النقطه اللي يوصلها كونه جاي الطوله اللي هو هسه انتم جاي تشوفون هذا طوله هلقد، حلو وياي، هذا طوله هلقد. اي نعم.
إذا فقط جريت، أنا فقط جريت عن نفس النسق، جريت. شوفي، إذا أريد أخليه على نفس هذا الانحدار راح يصير هو أقل من عنده بهاي المسافة، فيها هو الأكبر. فكل ما يزيد الانحدار مالته راح يزيد الطول مالته، فأنا أقل انحدار إله هو على الزاوية 90. وضحت؟ لا، أوضح بشكل أكثر. أوكي، إذا وضحت فأنت من يقولون مينيمم أخليه هذا، أحاول يهو اللي مينيمم، فمدام أفتو مينيمم هو أخليه زاويته 90، مو لأن أنا معلومة أو شيء، دائما يكون أخليه زاويته شنو 90. واضح واضح أستاذ، يعني أقل انحدار يكون عنده من يوصل الزاوية 90؟ بالضبط. نعم. هسه هذا هنا أنا، إذا ناخذ هذا السؤال نخليه، فهذا الاف 2، هذا الاف 2، وهذا الاف ار. فهنا أنا إذا توصل بيناتهم إذا وصلنا بيناتهم هذا وجدناه، هاي الزاوية إنه هنا هاي الزاوية 60 مقدارها، أقدر أوجد أحد الزوايا، أنا أدري بأنه هاي راح تصير 30 لأن زاوية 90. أوكي، هذا مدام نفس الانحدار متقابلة بالرأس راح تقول لي بأنه هاي راح تساوي زيد أيضا 30، أقول لك أوكي صحيح، بس كلهن ما راح تقدر تطببهن إنه داخل هذا المستطيل. فلهذا إنه اللي هنا أنا هذا الشيء أكتفي أقول بأنه خليني أروح أرسمه، خليني أروح أرسمه، أخذ أي مثلث اللي يعجبني، فخلنا أخذ المثلث اللي فوق. خلينا أخلي أوكي هذا المثلث اللي فوق، فهذا خذيناه. هنا عرفت إنه زاوية 60، وهنا أنا اف ار، وهنا قيمته 800، وهنا أنا اف 2. الاف 2 قال لي بالسؤال، قال لي انه ذا مينيمم ماجنتيود، اريد افهم اقل طول اله، تمام، او اقل طول اقل قيمه، تمام. فهذا عند ما تكون زاويته 90 هو اقل شيء، فاقلل اخليه زاويه، فاخليه هنا 90. هاي الزاوية أقدر أعرفها 90 بستين 180، فهاي 30. فهسه أقدر أستخرج اف 2 اف ار، أقدر أستخرجهم بالراحة. شلون؟ أقول 800 على ساين 90، اف 2 على ساين 60، وأستخرج الاف 2 اللي راح تصير لي مقدارها 800 ساين 60 على اليمين على ساين 90، 692.82. الاف ار 800 ايضا ساين 90 تساوي الاف ار على ساين الزاوية المقابلة لها 30. هسه اذا خليته اوكي راح تطلع 400 اف ار، واللي راح نشوفه هنا 400 600. هسه هذا واضحه، واضح كل شيء، هسه كل شيء واضح لكم. اوكي، اكو سؤال انه من المحاضره السابقه، اكو استفسار خف واحد ما فهم من شغله سابقه، لو فهمتوا؟ لا، كل شيء واضح الحمد لله. أنا أشوف إنه بكت عندي هذا مصدر، هذا هنا، هذا حلينا، هذا حلينا، هذا أيضا حلينا. نحاول أشوف، نشوف بعد سؤال أخي، بس البنزمة اللي كنت كاتب بيها إيش بيها؟ اي اذا تقدر توديها يعني. لا اكيد راح توصل لكم، راح توصل لكل المنزله،
ملخص مال هذاك المحاضرة وملخص مال هاي المحاضرة أيضا راح يوصل. باو أكو ملاحظة إن شاء الله مهمة جدا. سالفة المثلث، سالفة هذا المثلث، أكو بعضكم يمكن ما يعرف شلون يستخرج هذا أمر مثلث أو شلون يتعامل وياه بتحليل القوة، وأمر زايد خليني أضيف لكم إياه ننتهي المحاضرة مع اليوم. سالفة المثلث أو شغلة المثلث هو فائدة واحدة من عنده، فأنت فقط إيجاد زاوية، يعني هذا هنا أكو بي مثلث 3 4 تمام. احنا قبل شوية انه قلنا اذا الخط المستقيم نفس الانحدار، نفس الانحدار فهو نفس الزاوية، فيعني هاي الزاوية هي نفسها هاي الزاوية، فانا اذا استخرجت الزاوية مال هذا فاستخرج هي نفس الزاوية مال هذا، فهذا شلون استخرج زاوية مال المثلث اللي داخلي تان ثيتا، خلينا نقول عليها ثيتا تساوي تان انفيرس المقابل 3 على المجاور 4، واستخرج الثيتا هاي الزاوية هي نفسها هاي الزاوية مثلا، خليها نجيبها منها احنا، خلينا المثلث هنا هاي 4 بـ3، خلينا نقول هنا هاي الزاوية هي نفسها هاي الزاوية نفس الانحدار مالتها، ما بس انتبهوا لي مو نفس هاي، نفس الأقرب زاوية عليها، أقرب زاوية عليها، يعني هسه هنا هاي 3 هاي يهي أقرب لها، هاي الأقرب لها أو هاي اللي بصف الأربعة لو صف الثلاثة صف الأربعة، طب صف الأربعة هي هاي الزاوية اللي تساويها، هاي مع 3 ما تساويها تمام. ليش هسه أنتم راح يجي تساؤل ببالكم واللي إجا تساؤل بباله، يعني هذا أوكي تمام، ليش إنه أنا أقول أقرب زين هو أنا مو نفس الانحدار، ليش أنا هو نفس الانحدار، ليش هو مو هو هذا أيضا الزاوية يكون تساويها؟ أقول لك غلط صديقي، هو صحيح هو نفس الانحدار، بس أنت لاحظ هذا محصور بين قائم ومحور، هذا العمود والمحور، فالزاوية مالته نفس الانحدار مالته أيضا يكون محصورة بين الزاوية الوحدة اللي هو المحور المنحدر مع العمود، هذا هنا خلنا فرضه انه هذا هنا الثيتا، هذا هنا الثيتا اللي هنا اذا خليته هنا محصورة بين الاكس اكسس والمحور المنحدر، فايضا كون اشوف لي واحد منحدر بين الاكس اكسس والمحور المنحدر زين هسه زين، انا اذا قلت استخرج هاي الزاوية هاي محصورة بين من؟ بين المحور محور العمودي والواي بين المنحدر، اوكي فبين الواي بين المحور المنحدر، فايضا هذا الواي ومحور منحدر فهاي الزاوية، فهسه وضحت لكم انه السالفة ليش انتم تاخذون هاي الزاوية هاي الزاوية كفهم؟ اوكي وهاي اريدكم تطبقونها، يعني حدزلكم واجبات للمصدر وقاعدون ايش قد ما بيكم تحلون، بس يعني مثلا بعد دام احنا هذا اللي راح ادزه لكم، يعني انتم من تجون تحلون هذا المصدر مو معقوله انه تجون تحلون هذا ورا تحلون هذا ورا تحلون هذا ورا تحلون ها، يعني مو الا تحلوهم كلهم بين كل اسئله سؤال، بين كل 3 اسئله اخذ لي سؤال، بين كل سؤالين اخذ لي سؤال، مو اخذهم بشكل مرتب، شغلة هبلر مصدر هبلر مصدر مرتب بشكل كلش هواي، ليش؟ لأن يبدي لكم إذا تشوفون بالمصدر هبلر طبون عليه تعلموا له، وإذا ما تعرفوا له لأنه ناخذ لنا أيضا فد مقدار معين من حمل مصدر هبلر أراويكم إياه شلون تتعاملوا وياه. شغلة مصدر هبلر يبدي لكم إياها بالبداية أساسيات، يعني شنو أساسيات؟ الأسئلة البسيطة النوب يدرج لكم بالأفكار، يدرج يطلع على هاي الفكرة 10 أمثلة، نوب 10 أمثلة، نوب 10 أمثلة، نوب 10 أمثلة، هيك
يتدرج بالأفكار، حلو؟ فبهبلر أكو تدرج بالأفكار، فأنت هنا من تجي تحل ما تحلي هذا السؤال وراء هذا السؤال، لا، لأن هذا السؤال نفس فكرة هذا السؤال، فأنت جاي تحل فكرة واحدة، فتحلي هذا السؤال وراء مثالية تحلي سؤال، وراء مثالية تحلي سؤال، أو وراء ثلاث أمثلة تحلي إياه، واللي يعني شوف عنده وقت زايد يقدر يعني بعد ما يخلص الملزمة أكيد وعنده وقت يقدر يحلهم كلهم عادي، اتس اوكي. عنوان زيادة معرفة وزيادة السرعة مع إيده. فإلى هنا انتهت المحاضرة، وإن شاء الله أكون قد وفقت بجعلتكم تفهمون المادة، وإن شاء الله التوفيق من الجميع. عشت إيدك أخي حبيبي. إذا أخي شنو خطتك للمحاضرات الجاية وترهيمك ويا الوقت الجاي يعني؟ إن شاء الله هي تكمل المادة قبل الامتحان، وتكمل بفهم إن شاء الله، تكمل بفهم الكل. عباس إذا تقدر تسد المايك مالتك، أوكي. إن شاء الله تكمل للكل، إن شاء الله تكمل بفهم، والمادة راح تكمل، والتقسيم خلوا يمي، أنا مقسم لكم المحاضرات، مقسم الملخص وطريقة الدراسة خلوها يمي. إن شاء الله وراك إن شاء الله. إن شاء الله حبيبي. هسه حاليا اكو اي سؤال استفسار ايضا اذا تحلون مثال الجروب موجود، يعني ما فهمت الحل مع المثال هذا مع السؤال دزه بالجروب نشوفه نحكي بيه نحل المثال. فإلى هنا انتهت المحاضرة، اي سؤال استفسار؟ استاذ بس بالنسبة للطلب البيل غلطول، ايه أقدر أجي قبل أسوي مثل القائم الزاوية اللي هو زاوية 90 وأكمل حل؟ تقدر، بس شنو راح أسوي لك الدكتور من يصحح؟ راح يخلي لك أساسا ناقص نص الدرجة، أو يقول لك إياها أساسا صفر. ليش؟ لأن يقول لك بأنه أنت حافظة حفظ ما فاهمه، وهم الدكاترة يدون يفهمونك إياه لستاتك، فرأسا يقول لك هذا حفظ مو فهم، فيعطيك اياه وتقول لي درجتي ايش قليله، تمام؟ فانت تسوي ولا تبعت بالشات، انا اشوف الشات. تقدر تسوي لنا رياضيات وفيزياء؟ صراحه ماكو وقت هسه، عندي ايضا مرحله ثانيه اسوي لهم دوره مع المقاومه، ف هسه حاليا ما عندي وقت. ان شاء الله اعبر عليكم بالفاينل، اذا صار لي وقت بالفاينل اعبر عليكم. وايضا انه انا راح اجي الجماعه الدور، انتم ما ردكم تطيحون دور ثاني، انتم جاي تدرسون الماده وكل شيء، وحاولوا انه هم ايضتم يعني هو زكاه العلم نشرحه، فاي واحد ما فاهم انتم تقدرون ايضا تشرحوا له إذا فاهمين مكملين المادة، وإن شاء الله التوفيق للجميع والنجاح للجميع. لكن أنا إن شاء الله أيضا أعبر عليكم بالدور الثاني، أجي عليكم، أجي أشوف إنه إذا محتاجين دورات أي مواد، وإن شاء الله ما أقصر وياكم. لا عشان رياضيات سهل يعني أسهل من الستاتيك، بس إلا يجيكم دكتور جواد أو دكتور حسين فأكيد عندكم إشكال دي. لا جامعة يختلف دكتور أسراء، دكتور أسراء وردة والله، قوش دكتور وردة ما شاء الله.